مرحبا أحبتي الكرام، والآن وصلنا إلى الدرس 22 من هذا الكورس المميز ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين. وكلمتنا لهذا الدرس هي admit. admit admit. هيا لنكتشف أسرار هذه الكلمة. get ready، اجهز. write all the phrases، so you need a notebook، تحتاج إلى كراس. a pencil، قلم. just 2 minutes، فقط دقيقتين. And say after me 5 times aloudly. كرر خلفي جميع العبارات بالصوت مرتفع وبالنطق الصحيح حتى تتقن حفظها بشكل جيد. أيضا اضغط على سبسكرايب وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس، واضغط على إعجاب لهذا الفيديو. Admit. Admit لديه الكثير من المعاني، تأتي بمعنى يعترف أو سمح بدخول، قبل، سلم أو اتسع إليه. لنأخذ أمثلة على هذه الكلمة. admit. They were too scared. They were too scared to admit what happened to them. They were too scared to admit what happened to them. They were too scared to admit what happened to them. المثال الآخر. They need to admit new members. They need to admit new members. يحتاجون إلى قبول أعضاء جدد. They need to admit new members. أما مرادفات كلمة admit. Recognize. Recognize. اعترف. Accept. كما مر علينا سابقا في إحدى دروس هذا الكورس. Accept. قبل. Deliver. سلم. Receive. اتسع لي. Receive. أما العبارات، أهم هذه العبارات. To admit what happened. To admit what happened. To admit your guilt. To admit your guilt. To admit failure. To admit new members. وإلى هنا نصل إلى ختام هذا الدرس. الدرس 22 انتظرونا في الحلقة القادمة، وتجدون الرابط لهذا الكورس كاملا أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء قريبا.